ابنك صار له مده غايب وما بتعرفيه وينه؟ لكان شو بتعرفيه؟ ها شو بدك يعني ناطوره اعرف مين يلي فات ومين يلي طلع؟ لا مو ظريفه هالشغله ابدا، مو ظريفه. ولك اخ منك ومن البنات ومن الاولاد، انتو مشاكلكم ما لحد ما بتخلص، ما لحد بنوع. يا ربي دخيلك، انا شو بدي اتحمل؟ لا اتحمل البيت ولا المكتب ولا عرفان، وبعدين معك صبحي لامتى رح تضل على الحاله؟ المشاكل اللي حتجيب اخرتك ولك شبك ساكت. دير بالك على حالك قبل ما تصفي بالعصفوريه. لك متأكدة وصال؟ مثل ما عم قلك، عرفان ما عم ينام بالفيلا، معناها عم ينام عن جدك ولا عن جدي؟ خسرتي عرفان يا جمانة، خسرتي وخسرتي حلمك وخسرتي كل شي جميل ومشرق. بعد كل هالصبر وبعد كل شي تحملتيه من فوزية خان ومن شلتها، يا خسارة. شو بك يا جمانة؟ وين سرحتي؟ لا أبدا ما في شي. ليكون بتعرفي عنه شي وساكتة؟ لا صدقيني ما بعرف شي. على كل لا تخافي عليه، ما رح يصير له شي بخاطرك. لوين؟ خليكي. حاجة، عندي محاضرة بالجامعة ولازم ألحقها. اسمعيني وصال، إذا أجا عرفان بترجاكي قلي له أني سألت عنه، وقلي له كمان أني عاوزته ضروري، رح أنتظره بالجامعة. حاضر، وأنت إذا عرفتي عنه أي شي لا تنسي تخبريني. بخاطرك، مع السلامة. مرحبا مرت اخي. اهلين. شو هاد؟ شو التغيير المفاجئ هذا؟ مثل التغيير باين عليك انت. شو هالعلاوة؟ شو هالعناكة؟ شو عجبتك؟ كتير بتجنن. ابي هون؟ لا مو هون، سافر على حلب عنده شغل وباله مشغول عليك كتير. انا مشغول كتير كمان لاني عم بكتب مسلسل مهم كتير، خاطركم. لا اذا بدك خليه هو جوا، فوت شوفه. ماشي رح تشوف خليه. أرى تعي اسمعي، الأستاذ بده يترك الصحافة ويشتغل بالفن. لك يا جماعة افهموني افهموني بس، أنا رح أكتب مسلسلات وشارك بإنتاجها، هي هي كده القصة. يعني بده يفتح شركة إنتاج تلفزيون؟ لا ما رح أفتح شركة إنتاج تلفزيون. إيه بس هذا مو غلط مو عيب. لك أنا ما قلت عيب ولا قلت غلط، الشركات المنتجة حابة يكون شريك معها بالإنتاج، وأنا رح شاركهم بالنصوص اللي رح أكتبها، وين الغلط بدخولي هذا المجال؟ سوبر بوني دي. بوني دي يعني فكرة منيحة. هاي مرتك استوعبت الموضوع. هلا إيموني من الحكي هذا كلياته، فهمني وين عم تنام. هلا عم تحكي الحقيقة لما عم تغطي عليه؟ صدقني الحقيقة. طيب شو قصته؟ لك هذا عبد الرزاق فضح الدنيا، كل يوم والتاني ناطط قدام خلقتي، بعدين جوزك ما بده يبطل مشاكله؟ يا جدو انا ما قلت لك انه عبد الرزاق مجنون؟ اوف منك ومن عبد الرزاق ومن جوزك ومن وليلي. عرفان عم ينام عندكم؟ يي ليش ما عم ينام بالبيت؟ ابدا، ابوك عم يدور عليه والولد مو باين له اثر، وجوزك هو السبب. وشو دخل جوزي بهالقصه كمان؟ نصب على وحدة ودخل أخوك باللعبة وعلقوا فيها. أخ على كل حال إذا أجا جوزك أو أخوك خلي يمروا لعندي، لا تنسي. حاضر. مع السلامة. يبدو أنه قدرك رح تبقي بالحارة يا جمانة. لا أنت لازم تصيري غنية وما تضلك فقيرة ومحرومة من كل شيء. ليش لضل فقيرة ومحرومة؟ لا يا جمانة اوعك تستسلمي، خليكي قوية وإياكي تنهزمي، إياكي يا جمانة. إذا أنا نصاب أخوك حرامي. أخي مين من نون؟ عرفان يا خانو، عرفان سرق أهم زبونة عندي بالمكتب
وداري هو وياها من مطرح لمطرح ومن سهرة لسهرة. ومين اللي عرفوا عليها يا أفندي؟ مو أنت؟ إن شاء الله مفكري ما بعرف كل شي عنك. لا تخاف، جدي حكالي عن كل حركاتك. جدك؟ وشو جابوا لهون؟ لك لسه لحيني واحد ورا واحد؟ فؤاد، أنا ما بسمح لك. إيه بلا فؤاد بلا زفت، لحت موتوري ناقص عمر، وكله بسبب شقفة الليسانسي اللي أخذتيه من يوم ما تزوجتك، وأنت بتعايريني بالفارق الثقافي اللي بيناتنا. لك عليش؟ عليش؟ لك أنت وعيلتك كلكم بحطكم بجيتي بالثقافي. أنا ما عيرتك بشي، ولا بعمره خطر ببالي فارق الثقافي اللي عم تحكي عنه. لك صحيح ما عيرتيني بلسانك، بس نظراتك، حركاتك، عيونك يا خانم، هذا غير نكراتك أنت وأمك. بكفي فؤاد، بكفي، ما عاد في يسمع صوتك. شو يعني؟ درب يسد ما يرد. قال له يا شعبان ليش ما بتجي برمضان؟ قال له كل شيء بوقته حلو. أنا بفرجيكم. تفضل. اهلا وسهلا. ايه تكرم، تفضلي. شكرا. اهلين. اهلين جمانة. اهلا جمانة. شو هالمفاجأة الحلوة هاي؟ تفضلي تفضلي ارتاحي. لا شكرا. خير جمانة؟ في شي؟ اذا في شي قليلي انا مثل اخوك. ها جمانة شو بك؟ ما في شي. شلون ما في شي؟ ما مبين عليكي متلبكة ولونك مخطوف. من اخوك وينه؟ عرفان؟ ما بعرف، كل اللي بعرفه انه صار عنده فيها اسم نانا ورح تعمل له شركة انتاج. تعرف انه استقال من شغله؟ بعرف. طيب خليل، ممكن اطلب منك طلب؟ جمالة انت بتأمري ما بتطلبي. العفو، بس اذا شفته قله اني عاوزته ضروري. إذا شفته رح أقول له أكيد. تعرف جمانة أحسن من عرفان بكتير.